أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.
فأتيا فرعون فقولا
وتلك نعمة
الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين سحرة ساجدين
السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم موسى إنا
قال كلا إن معي ربي سيهدين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.